تقول بأنها لها ابنة متزوجة، وهذه الابنة تكره زوجها، وزوجها يحبها، وهي الآن حامل وعند أهلها، وهي تكره أن ترى هذا الزوج. ويقال بأن هناك كاتب يكتب كتاب يسمى بالعطف، أي يجعل الزوجة تحب زوجها، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون فيه عطف الزوج عليها، ولا أن تعمل عملا، ولا يجوز للزوج أن يعمل عملا يكون به عطف الزوجة عليه، لأن هذا نوع من السفر. ولكن الطريقة إلى ذلك أن تسأل الله عز وجل دائما أن يحبب زوجها إليها، وأن يؤلف بينهما، وتقرأ من القرآن ما يعينها على تحول من الكراهية المحبة، وتستعين بأهل الخير والصلاح أن يقرأوا عليها لتحويل بغضها إلى محبة. هذا ما أراه واجبا عليها، ونسأل الله أن يؤلف بينها وبين زوجها، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير. اللهم آمين. بارك الله فيكم.